سؤال: ما تفسير هذه الآية مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي؟ الآية دي جت في عبرانيين 10 بيتكلم على يوم الدينونة العظيم، مش على الحياة العادية. يعني الذي يموت في خطيته يبقى يوم الدينونة مخيف هو وقوعه في يدي الله الحي. ولذلك في أول الفقرة دي يقول: إن أخطأنا باختيارنا بعد ما أخذنا معرفة الحق لا تبقى بعض ذبيحة على الخطايا، يقصد الذين ماتوا في خطاياهم. سؤال: هل الخدمة محتاجة إلى إنسان متعلم؟ الخدمة محتاجة إلى إنسان يكون فاهم الدين كويس، يكون فاهم الدين كويس حتى لو كان رجل بسيط. ده لو كانت خدمة تعليمية. لو كانت خدمة اجتماعية أو عناية بالفقراء ممكن أي واحد بيخدم، لكن الخدمة التعليمية لابد يكون يفهم الدين كويس. سؤال: هل استخدام الآلات الموسيقية في الكنيسة خطأ مثل العود والكمانجة؟ بالنسبة للحفلات ممكن والاجتماعات ممكن، والنهاردة في هذا الاجتماع كانوا بيستخدموا آلات موسيقية، لكن في صلاة القداس وفي الصلوات الطقسية لا نفضل أبدا هذه الآلات الموسيقية، لأن الكنيسة القبطية يهمها الصوت البشري أكثر من صوت الآلات. صوت الإنسان بكل ما فيه من عواطف أهم بكثير جدا من الآلات، والآلة دفو التريانتو لمجرد ضبط النغمة كده على خفيف بالريزم يعني.